مساءكم خيرات واختبارات وأجواء جميلة. طبعا كثير من الطلبة والطالبات الآن في هذه اللحظة قاعدين يذاكروا. كنا دائما نقول ودائما أسمع أنه الاختبارات والدراسة والمدرسة هو شر لا بد منه، لكنه في الحقيقة اكتشفت أنه هو خير لا بد منه. هذه الدراسة تعتبر مرحلة أو هي أول مرحلة للإنسان يختبر نفسه ويختبر قدراته عشان ينفتح للحياة. هي المرحلة الأولى اللي تحدد فيها مسار حياتك ومسار مستقبلك ويعني نجاحك في هذه الحياة. طبعا كلنا عارفين ومعترفين انه الأهل دائما يضغطوا علينا في هذه المراحل وانه لازم ننجح بمقدار معين زي فلان وفلانة. والحقيقة الأهل يعني بيضغطوا علينا ليش؟ يبغون نكون أحسن منهم، يبغون نكون أحسن ناس موجودين، عشان كده بيضغطوا علينا فلازم نتحملهم شوي. لكن في الأخير الواحد بينجح لنفسه، مو مجاملة لأهله ولا لأصحابه ولا حتى لمجتمعه، ينجح لنفسك. وطبعا اختيار التخصص موش تأخذ رأي أصحابك أو الأهل يضغطوا عليك يقولوا لك روح هندسة روح طب وإنت مالك ميول في هذا، لأنه الأهل شافوا يعني أمثلة موجودة، واحد دخل تخصص هندسة نجح اتوظف وظيفة محترمة فيبوك تمشي نفس الطريق ده ما. لكن كل واحد فينا لازم يستقل بقراراته وبآرائه واختار التخصص واختار المستقبل اللي يناسبه ويناسب. يعني أنا متأكد أن 80% دخلوا تخصصات عشان يرضوا أهلهم أو يرضوا مجتمعهم، 80% أقل تقدير. فبالتالي إيش اللي حيصير؟ في الأخير حيفشل في الجامعة، ولو ما فشل ونجح وعدى حيفشل في الوظيفة، ولو ما فشل يعني حيعيش إنسان عادي جدا. يعني إنسان عادي دخل تخصص عادي وتخرج تخرج عادي وتوظف وظيفة عادية وعاش حياة عادية ومات موتة عادية. يعني لا هو تمتع في حياته ولا هو سوى إنجازات ولا هو حط بصمة ولا له أي ذكر في المجتمع زيه زي أي واحد عادي. عشان كده البعض يقول المدرسة دي تعبانة، الاختبارات هذه متى تنتهي، الدوام مو راضي يخلص، اليوم مرة طويل، إيش هذا؟ لو اخترت تخصص ما هو عاجبك أو وظيفة ما هي عاجبتك حتعيش حياتك كلها ناقم على نفسك وعلى وظيفتك وعلى المجتمع وعلى وطنك كمان، وحنفضل نتنقل من وظيفة لوظيفة عشان زيادة 200 ريال أو 300 ريال، يعني زيادة بس مادية لكن ما في إبداع، ما في إبداع ولا حتى في إضافة في العمل، ولا أنا رايح بس أدي دوام وأخذ راتب آخر الشهر واروح ادور شركه بزياده راتب او انها قريبه من بيتي او ان المكاتبها حلوه او انه والله يعني انترناشونال ولا يعني كلام فاضي هذا صراحه. المهم خذوها نصيحه، لو انت او انت في تخصص يعني مو عاجبك او مو عاجبك وما في علاقه حب بينكم غيري التخصص، ولا تقولوا لي ضيعنا سنتين ثلاث، خلاص باقي لنا سنه باقي لنا سنتين، غير التخصص، ضيع 3-4 سنوات من عمرك ولا تضيع عمرك كله، نصيحه عشان لا نعيش عاله على المجتمع وننفع نفسنا وننفع اهلنا وننفع مجتمعنا وننفع وطننا، وطننا اليوم يحتاجنا يا شباب.